السلام عليكم مشاهدينا، دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الملوي بطريقتي، نقدم لكم الملوي كينجح 100%. كنتمنى تجربوه. بسم الله. المقادير نحتاجو 3 الكيسان تاع الفورص، بسم الله، جوج كيسان ديال القمح، نديرو الملح، بسم الله، عشق صغيرة ديال سنيدة عفوا، والملح على حسب الذوق، بسم الله، بسم الله، نبداو على بركة الله. بعد ما عجنا العجينه ديالتنا دلكناها مزيان، هي كتبغي تلاك، كتجي بحال هكا مرخوفه، وكندهنوها بشويه ديال الزيت، نغطيوها ونخليوها ترتاح. بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالتي، هي ديالي خرجت ليا 5 الحبات، نخليوهم يرتاحوا شويه، نغطيوهم يرتاحوا شويه، ونتلاقاو كيفاش نورقوهم. احنا رجعنا بعد ما طرخت ليا العجينه ديالتي، نوريكم الشكل ديال الطورق ديالتها. ديما تورقيها مزيان، العجينه هي كتبغي تورق طيبه من السطح العام. نرشو السميدة، الملويات دياولي خليتهم شويه ترفخوا، انا غنجيب مقطعهم على جوج، بسم الله، خلوهم بحال هكايا،
وما قطعتهم كاملين، خليهم شويه ونتلاقاو. دير عليا الملوي ديالي. هو رجعنا درنا المقله تسخن، نرشوها بشويه ديال الزيت. كيبغوش تضربوهم تخليهم شويه غلاظ باش يجيو محلولين، اللون ما كيبغيش يجي رقيق. بعد ما كنساليو الملوي ديالنا، هانتي ما تنساوش ملي كتجبدوها من هذا من المقله كتضربوها بحال هكايا باش تحل. ها الشكل النهائي ديال الملوي ديالي، كنتمنى يعجبكم، جربوه، كنتمنى يعجبكم. راه كيجي الشكل ديالو بحال هكايا، كيجي زوين، جربوه وتبعوا سميتو الفيديو تيسالي، وما تنساوناش ديروا لايك ودوا الاشتراك في القناة. إلى لقاء الحلقة القادمة إن شاء الله.